عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر القسم العلمي مادة الكيمياء. أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الكيمياء. حلقة اليوم بعنوان سرعة التفاعل الكيميائي. ماذا يقصد بمفهوم السرعة؟ من المحتمل أن يكون مفهوم السرعة معروفا لديك، فعلى سبيل المثال في سباقات العدو السريع يمكن أن يجتاز عداء مسافة 100 متر في حوالي 11 ثانية، في حين يستغرق عداء آخر 15 ثانية ليجتاز المسافة نفسها. أي منهما يعتبر الأسرع؟ بالتأكيد العداء الأسرع هو الذي اجتاز مسافة 100 متر في فترة زمنية أقل. إذن سرعة العداء هي التغير في المسافة التي يجتازها مقسوما على الوقت المستغرق لاجتيازها متر لكل ثانية. إذن تقيس السرعات أي تغير يحدث في خلال فترة زمنية معينة. ماذا يقصد بسرعة التفاعل الكيميائي؟ بشكل عام تقيس السرعات أي تغير يحدث في خلال فترة زمنية معينة. إذن التغير يحدث في خلال فترة من الزمن. هل تساءلت يوما عن الوقت الذي تستغرقه التفاحة لكي تنضج؟ والوقت اللازم لتكون صدأ الحديد؟ أو عن سبب الاحتراق السريع للفحم والاشتعال الأسرع للمواد المتفجرة مثل الـ TNT؟ من الأمور الحياتية التي تلفت نظرنا أعمال اللحام. تثير هذه العملية الكثير من التساؤلات حول سرعة هذا التفاعل الذي يعتمد على احتراق غاز الإيثاين مع غاز الأكسجين النقي الذي يعطي لهب تصل درجة حرارته إلى أكثر من 3000 سيليزية، وهي درجة كافية للحام الفلزات بعضها ببعض كما ترى في المعادلة الكيميائية. احتراق غاز الإيثاين في وفرة من الأكسجين. إذن عملية البناء الضوئي التي يقوم بها النبات هي تفاعل كيميائي. عملية تعفن وفساد الأطعمة تفاعل كيميائي. عمليات الاحتراق المختلفة تفاعل كيميائي. تكون صدأ الحديد تفاعل كيميائي. قد تتساءل في كثير من الأحيان عن سبب اختلاف سرعات التفاعلات الكيميائية. هذه الأمثلة وغيرها دفعت الكيميائيين إلى إعطاء اهتمام أكبر لدراسة سرعة وبطء التفاعلات الكيميائية وإلى الطرق التي تساعدهم في السيطرة على سرعات هذه التفاعلات لما لها من تأثيرات في المنتج وثمنه والطاقة اللازمة لإنتاجه. يختلف الوقت اللازم لحدوث تفاعل بشكل ملحوظ بين تفاعل وآخر، ويرتبط ذلك بطبيعة التفاعل نفسه وطبيعة المواد المتفاعلة. فعندما نقوم أو عندما نشعل عود الثقاب بالاحتكاك يبدو أنه يشتعل في اللحظة نفسها التي تقوم فيها بحك عود الثقاب، تفاعل كيميائي سريع إلى حد ما. لكن ثم تفاعلات كثيرة أخرى تحدث ببطء شديد، فعلى سبيل المثال الفحم يتكون طبيعيا من النباتات المتحللة تحت تأثير درجة الحرارة والضغط لعدة ملايين من السنين، وهو تفاعل كيميائي يحدث ببطء شديد جدا. إذن هناك تفاعلات تحدث بسرعة كبيرة وهناك تفاعلات تحدث بسرعة أقل. الصور أمامك، رتب العمليات التالية وفقا لسرعة حدوثها. احتراق الشمعة احتراق سريع جدا، يليه نضج الفاكهة. عملية صدأ الحديد عملية تستغرق وقت. عملية التقدم في السن عملية طويلة جدا. ما المقصود بسرعة التفاعل الكيميائي؟ يرتبط مفهوم قياس سرعة التفاعل بمعدل استهلاك إحدى المواد المتفاعلة خلال وحدة الزمن، أو بمعدل تكون إحدى المواد الناتجة خلال وحدة الزمن. الشكل أمامك يوضح تطور استهلاك المواد المتفاعلة وتكون المواد الناتجة مع الزمن. نلاحظ في بداية التفاعل تركيز المواد المتفاعلة أكبر ما يمكن
خلال عملية التفاعل يبدأ ظهور المواد الناتجة ويقل تركيز المواد المتفاعلة، وهكذا إلى أن ينتهي التفاعل. مع مرور الوقت تتناقص كمية المتفاعلات وهي المربعات الحمراء، وتزداد كمية النواتج وهي الدوائر الزرقاء. إذن سرعة التفاعل الكيميائي كمية المتفاعلات التي يحدث لها تغير في وحدة الزمن، أو مقدار التغير في عدد المولات سواء المتفاعلات أو النواتج في فترة زمنية معينة. يعبر عنها سرعة التفاعل هي التغير في عدد المولات الناتجة أو المتفاعلة مقسوماً على زمن هذا التغير، إذن مول لكل ثانية. نأتي إلى نظرية مهمة وهي نظرية التصادم. ترتبط سرعة التفاعلات الكيميائية بخواص الذرات والأيونات والجزيئات في نموذج يعرف بنظرية التصادم. السؤال هنا، هل يمكن حدوث التفاعل بين الجسيمات وهي بعيدة بعضها عن البعض؟ الإجابة بالطبع لا. لكي يحدث تفاعل بين مادتين لابد من خلط المواد مع بعضها، أي لابد أن تتصادم الجسيمات المواد المتفاعلة مع بعضها البعض. ولكن هل كل تصادم يؤدي إلى تفاعل كيميائي؟ كيف تفسر نظرية التصادم حدوث التفاعل الكيميائي؟ تنص نظرية التصادم على أن الذرات والأيونات والجزيئات يمكن أن تتفاعل وتكون نواتج. هناك شروط: عندما تصطدم بعضها ببعض بطاقة حركية كافية وفي الاتجاه الصحيح. إذن تنص نظرية التصادم، لكي يتكون عندي نواتج يجب أن تصطدم الجسيمات بعضها ببعض بطاقة حركية كافية لإتمام التفاعل وفي الاتجاه الصحيح. أما الجسيمات التي تفتقر إلى طاقة حركية كافية للتفاعل والاندفاع باتجاه الصحيح فترتد بعيداً عند اصطدامها ولا يحدث تفاعل. إذن يجب توفر ثلاثة شروط كي تتفاعل جسيمات المواد المتفاعلة وتكون نواتج. ما هي هذه الشروط؟ 1- تصادم الجسيمات المتفاعلة. 2- يجب أن يكون التصادم بطاقة حركية كافية. يجب أن يكون التصادم ثالثاً في الاتجاه الصحيح، وهذا ما نطلق عليه تصادم فعال ومؤثر. في الشكل ألف، التصادم بين جسيمات المواد المتفاعلة. نلاحظ الشكل ألف، في بداية التفاعل المواد المتفاعلة التصادم يجب أن يكون بطاقة حركية كافية وفي الاتجاه الصحيح، وبالتالي ينتج مواد ناتجة، وهذا ما تحقق في الشكل ألف. في الشكل باء نلاحظ أن التصادم بين جسيمات المواد المتفاعلة ليس بطاقة حركية كافية وليس في الاتجاه الصحيح، لذلك ترتد المواد المتفاعلة بعيداً من دون أن يحدث لها أي تغير. إذن إذا ملكت الجسيمات المتفاعلة طاقة حركية كافية واندفعت بالاتجاه الصحيح تستطيع أن تتفاعل وينتج لدينا ناتج جديد. لكي يحدث التفاعل يجب تزويد الروابط التي تربط الجسيمات بطاقة كافية. هذه الطاقة تمكنها أن تتفكك إلى مواد أبسط وتعيد ترتيب نفسها لتكون مواد جديدة. أقل كمية من الطاقة التي تحتاجها الجسيمات لتتفاعل تسمى بطاقة التنشيط. طاقة التنشيط هي أقل كمية من الطاقة تحتاجها الجسيمات لتتفاعل. هذه الطاقة تعتبر بمثابة حاجز يجب أن تعبره جسيمات المواد المتفاعلة لتتحول إلى نواتج، كما في الشكل التالي. نلاحظ منحنى تطور التفاعل. في بداية التفاعل تتواجد المتفاعلات، يجب أن تتخطى جسيمات المواد المتفاعلة قمة حاجز طاقة التنشيط قبل أن تتحول إلى مواد ناتجة،
وعلى قمة حاجز طاقة التنشيط يظهر المركب المنشط. هذا المركب هو ترتيب مؤقت للجسيمات المتفاعلة. هذا المركب لا ينتمي للمتفاعلات ولا إلى النواتج، هو مركب لحظي. المركب المنشط إما أن يتفكك ويعود للمواد المتفاعلة مرة أخرى، أو يكون مواد ناتجة إذا توفر له طاقة كافية واندفاع في الاتجاه الصحيح. نؤكد، خلال التفاعل تظهر جسيمات لا تكون من المواد المتفاعلة ولا المواد الناتجة، وتتكون لحظيا عند قمة حاجز طاقة التنشيط، وتسمى المركب المنشط أو الحالة الانتقالية. المركب المنشط أو الحالة الانتقالية هي جسيمات تتكون لحظيا عند قمة حاجز طاقة التنشيط، ولا تكون من المواد المتفاعلة أو المواد الناتجة، وهو ترتيب الذرات عند قمة حاجز طاقة التنشيط. تبلغ فترة عمر المركب المنشط حوالي 10^13 ثانية، إذن سريع جدا في التحول. يكون هذا المركب غير مستقر بدرجة كبيرة جدا، لأنه ما أن يتكون حتى يتفكك مرة أخرى ليعطي المواد المتفاعلة، أو يستمر ليكون النواتج إذا توفرت طاقة كافية وتوجه صحيح للذرات. تفسر نظرية التصادم بطء بعض التفاعلات، مثال ذلك بطء تفاعل الكربون والأكسجين في درجة حرارة الغرفة. لماذا؟ لأن هذا التفاعل يحتاج طاقة كبيرة، وعند درجة حرارة الغرفة لا تكون التصادمات بين جسيمات الأكسجين وذرات الكربون فعالة، لا تكون هذه التصادمات فعالة ومؤثرة بدرجة كافية لكسر الروابط بين ذرات الأكسجين وبين ذرات الكربون، وبذلك لا يوجد جسيمات ذات طاقة حركية كافية لتخطي حاجز طاقة التنشيط عند اصطدامها، فتكون سرعة التفاعل صفر. على الرغم من أن لكل تفاعل كيميائي سرعة خاصة به، إلا أنه يمكن تغيير سرعة التفاعل بتغيير ظروف التفاعل، ويمكن تفسير ذلك على أساس نظرية التصادم والعوامل التي تؤثر في سرعة التفاعل. سوف يتم دراسة العوامل التي تؤثر في سرعة التفاعل لاحقا. نأتي إلى التطبيقات. 1. يختلف الوقت اللازم لحدوث التفاعل بشكل ملحوظ بين تفاعل وآخر، ويرتبط ذلك بطبيعة التفاعل نفسه. الإجابة صحيحة. وفق نظرية التصادم، فإن كل تصادم بين الجسيمات المتفاعلة يؤدي إلى حدوث التفاعل الكيميائي. هذا الكلام غير صحيح. الإجابة خطأ. في تفاعل ما يتكون المركب المنشط عند قمة حاجز التنشيط، ولا يعتبر من المواد المتفاعلة أو الناتجة. هذا الكلام صحيح. إذن الإجابة صحيحة. إحدى العبارات التالية غير صحيح عن المركب المنشط. المركب المنشط لا يعتبر من المواد الناتجة أو المتفاعلة. أو المركب المنشط عبارة عن جسيمات تتكون عند قمة حاجز طاقة التنشيط للتفاعل الكيميائي. أو المركب المنشط يسمى أحياناً بالحالة الانتقالية. نلاحظ أن كل ما سبق صحيح. إذن الإجابة أن المركب المنشط لا يمكن أن يتفكك ليعطي المواد المتفاعلة مرة ثانية. وفق نظرية التصادم، كل تصادم بين جسيمات المواد المتفاعلة يؤدي إلى حدوث تفاعل. أو التصادمات بين جسيمات المواد المتفاعلة هي الشرط اللازم لحدوث التفاعل ولكنه غير كافي. أو التصادمات بين الجسيمات التي لها طاقة أقل من طاقة التنشيط تؤدي إلى تفاعلات بطيئة. التصادمات بين الجسيمات التي لها طاقة أكبر من طاقة التنشيط لا تتفاعل. الإجابة التصادمات بين جسيمات المواد المتفاعلة هي الشرط اللازم لحدوث التفاعل ولكنه غير كافي.
أسرع التغيرات الكيميائية التالية: احتراق شمعة، نضج الفاكهة، صدأ الحديد في الهواء الجوي الرطب، الشيخوخة مع التقدم في السن. أسرعهم هو احتراق الشمعة. تقاس سرعة التفاعل الكيميائي بكمية فراغ التي يحدث لها تغير في خلال وحدة الزمن. كمية ماذا؟ كمية المتفاعلات. وفق نظرية التصادم، فإن الذرات والأيونات والجزيئات يمكن أن تتفاعل وتكون نواتج عندما تصطدم بعضها ببعض، إذا كانت تمتلك طاقة حركية كافية. أقل كمية من الطاقة التي تحتاجها الجسيمات لتتفاعل تسمى طاقة التنشيط. نأتي الآن إلى ختام حلقة اليوم، راجية لكم تمام الاستفادة، وألقاكم على خير.